يقول: كنا نصلي الجمعة في المسجد في الدور الأعلى، ولما رفع الإمام من الركعة الأولى انقطع الصوت ونحن رافعين من الركوع، ولم يرجع الصوت إلا عند سلام الإمام، فهل علينا أن نكمل ركعة حتى تكون صلاة جمعة، أو علينا أن نصلي ذلك ظهرا لأننا لم ندرك ركعة كاملة مع الإمام؟ لما ركعتم أدركتم الركعة كاملة، لما ركعتم مع الإمام أدركتم الركعة، إنما انقطع الصوت بعدما رفع الإمام من الركوع كما تقول، فتكملونها جمعة، إما بأن كل واحد يكمل لنفسه أو تقدم واحدا منكم يكمل بكم الصلاة جمعة. نعم.